فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. محمد السعدون الكواري، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تتجه الأنظار هنا إلى ملعب ويمبلي، أشهر الملاعب الإنجليزية، حيث يتجدد الموعد مع قمة قمم كرة القدم العالمية في العصر الحالي، قمة تجمع أقوى فريقين في الساحة العالمية. فبعد أسبوع من معركة الدوري حان الميعاد، يحاول أن يسترجع الكرة هنا في وسط الميدان، حيث هنا فيرجيل فان دايك لمحاولة فرصة هدف، والجريليش والحال بنفس مرادي ومبتغى فريق أربعة. هناك زينتشينكو، لدينا نيفناكي، وبالنسبة للجماهير الإنجليزية وبالنسبة التي تسمع، بينما هنا لدينا فرصة منقولة في اليسار، تلاقى سريعة تأتي، محاولة مستلمة في هذا اللقاء، ساديو عند كرة ماني والعرضية في البطولات الألمانية، كرة منقولة في الطرف، أن اللاعب كان قد غاب عن التدريبات الأخيرة. يتقدم في اليسار هذا اللاعب اللي عنده بالمناسبة 10 أهداف في بطولة الإف إيه كاب، رحيم ستيرلينج، ونفذ لمصلحة فريق مانشستر الأعرق، كرة منقولة عالية، راسية تأتي، الله الله، في وقت الحديث عن التحليق، هنا كوناتي حلق وحلق بليفربول عاليا 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 عاليا، نعم حلق بالريدز عاليا في هذه اللحظات ليسجل الهدف الأول وليأتي بالضبط عن طريق رحيم ستيرلينج. يتقدم قائمة لمصلحة السيتي، عرضية ترسل عالية عن طريق فيرجيل فان دايك، منقولة كرة فوضوها فريق ليفربول، كرة منقولة في وسط الملعب، خير من أوروبا، كرة منقولة في وسط الملعب، تمريكة في أجواء هذه القمة، ويريد أن يصلح فريق مانشستر سيتي بعد ذلك. يا زاك، ماذا فعلت يا زاك؟ ماذا اقترفت يا زاك؟ أفي هذا اليوم يا سيفن تفعل هذا الأمر؟ وأمام من؟ وهذا الصغير لا يصدق هذا الخطأ، وكأنها هدية ليست لليفربول وإنما لذاك الصغير الذي ظهر بالدور.